صباح حفظه الله ورعاه ودام لنا ذخرا وعزة لهذا الوطن الغالي على القلوب الآن ولهذا الشوط ولهذا التحدي بالفعل من هذه المشاركة. الشوط الثامن وقت الميكروفون إلى زملاء المعلقين إلى الميدان. يا من تتابعون رياضة الآباء والأجداد هنا على أرضية ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح وانطلاقة شعارات أصحاب السمو الشيوخ والأمراء الذين يتواجدون في مثل هذه المحافل الرسمية وفي مثل هذه الختاميات وبطولة الكويت 16 في انطلاق وتحدي لمنافسات شوطنا الثامن في الفترة المسائية وتحديات شعارات أصحاب الشيوخ نعم أصحاب السمو الشيوخ والأمراء الذين يتواجدون في مثل هذه التحديات الكبيرة وشعاراتهم التي تحضر في مثل هذه التحديات. جولة تعريفية على المراكز المتقدمة لنرى ونتابع على مقدمة الشوط يتواجد مسيطر الذي يسيطر في هذه اللحظات على أول المراكز بانطلاقة هجر الشحانية وحمد بن حلفان المري الذي يتواجد مع انطلاقة مسيطر على مقدمة الشوط بانطلاقته وتحدياته وكذلك متابعته لإنتاج أم الزبار الذي يتواجد في هذه اللحظات على مقدمة الشوط هو مسيطر ثاني المراكز ومن يتواجد على ثاني المراكز التحدي والإثارة حاضرة كذلك مع الحساس الذي يتواجد في هذه اللحظات وحاضرا بالإحساس مع تحديات أصحاب السمو والشيوخ الذين يتواجدون في مثل هذه التحديات كذلك شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وعبيد بن شينان المري الذي يتابع كذلك عمدة المضمرين يتواجد مع الانطلاق والتحدي لمنافسات الحساس نقلتنا إلى ثالث المراكز ومن يتواجد والتحدي مع شاهين الذي يتواجد لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي الذي يتواجد مع انطلاقته وتحدياته ومنافسته هو المضمر سهيل بن سالم العامري متابعا لانطلاقة شاهين نقلتنا إلى رابع المراكز يتواجد نشوان يتواجد ويقل لنا شعار هجن الرياسة وتحديات الظافر علي بن جميل الوهيبي الذي يقود هذا الشعار بتحدياته ومنافساته نقلتنا إلى خامس المراكز ومن يتواجد على خامس المراكز يطرب من يتواجد بتحدياته وانطلاقة هجن الأبرق المتواجدة بتحدياته ومنافساته كذلك المتابع لهذا الشعار محمد بن جابر الشمري الذي يتابع انطلاقته وتحدياته نعم ها هي الخمسة المراكز الأولى المتواجدة على أول المراكز وثانيه إلى خامسه يتواجدون ويتنافسون وها هو كذلك نداؤنا للخمسة المراكز الأولى دائرة النداء لهذا التحدي الكبير نعود إلى منافسات المقدمة نعود إلى المركز الأول ومن يتواجد مسيطر لا زال مسيطرا على المركز الأول مسيطر لا زال مسيطرا على تحديات المركز الأول وهجن الشحانية تفرض القبضة على أول المراكز بانطلاقة مسيطر وتحدياته يفرض عضلاته على أول المراكز متواجدا ومسيطرا على مقدمة الشوط مع انطلاقة هجن الشحانية وحمد بن حلفان المري الذي يتابعه على مقدمة الشوط نعم انتاج أم الزبار يتواجد كذلك هذا الانتاج المتميز على مقدمة الشوط بمتابعة المضمر المبدع حمد بن حلفان المري نقلتنا إلى ثاني المراكز الوصول مع ثاني المراكز ومع الحساس تواجد على ثاني المراكز مع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم يتواجد شعاره على ثاني المراكز وعبيد بن شينان المري متابعا لهذا الانطلاق ومتابعا لانطلاقة الحساس عمدة المضمرين يا مرحبا بجميع المضمرين مرحبا بجميع شعارات أصحاب السمو الشيوخ والأمراء
الذين يتابعون هذا الانطلاق وهذا التحدي. نقلتنا إلى ثالث المراكز، من القادم؟ وصل في هذه اللحظات يتواجد الكاسر. الكاسر وصل في هذه التحديات مع هجن الشحانية، مع محمد بن خالد العطية المشاغب يتواجد بانطلاقة الكاسر على ثالث المراكز وانطلاقته وتحدياته. نقلتنا إلى رابع المراكز، الوصول مع هملول. وصل شعاري سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان بن بخيت المزروعي، كذلك تواجد مع انطلاقة هملول وتحدياته. خامس المراكز، الوصول مع نشوان، يصل في هذه اللحظات مع هجن الرئاسة، هذه المؤسسة العملاقة. نعم المتابعة لهجن الرئاسة، وتواجد نشوان بهذا التحدي الكبير وبهذه المنافسة الكبيرة. وعلي بن جميل الوهيبي هو من يتابعه في عملية التضمير والمراقبة والمتابعة لهذا الشعار الكبير. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى من سمي باسم النعم. هو كفل، هو مسيطر، لا زال مسيطر، لا زال مسيطرا على الموقف، لا زال متواجدا على أول المراكز، سيطر مسيطر، لا زال بسيطرته الشوط وبقبضة يده. ولكن يا مسيطر تابع وراقب جميع المتنافسين المتواجدين. نعم ثاني المراكز من يتواجد؟ هنالك تواجد الحساس، الحساس متواجد، نعم، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وعبيد بن شنان المري يتواجد في عملية تضميره ومتابعته. ثالث المراكز، الوصول مع الكاسر، هجن الشحانية متواجدة كذلك بتحدياتها وانطلاقتها ومنافسة كذلك المشاغب محمد بن خالد العطية. رابع المراكز، الوصول مع هملول لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، نعم بالصايغ متواجد أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الذي يتواجد بانطلاقته وتحدياته. الجنتلمان متواجد على رابع المراكز في عملية التضمير والمتابعة لهذا الشعار. نعم هملول. نقلتنا إلى خامس المراكز، من الوصول؟ الوصول هنالك مع تحديات يطرب، من وصل كذلك بشعار هجن الأبرق المتواجدة على خامس المراكز بانطلاقة المضمر جابر محمد بن جابر الشمري، وكذلك التواجد مع نشوان هجن الرئاسة مع خامس المراكز بانطلاقة علي بن جميل الوهيبي. نعود إلى مسيطر، نعود إلى مسيطر وسيطرته التامة، سيطرته التامة على مقدمة الشوط، لا زال مسيطرا تمام السيطرة. 3 كيلومترات ما تبقت على نهاية التحدي، على نهاية المطاف، على نهاية هذا التحدي الكبير وهذه المنافسة المتواجدة مع شعارات أصحاب السمو والشيوخ والأمراء الذين يتواجدون ويتحدون في مثل هذه التحديات الكبيرة وفي مثل هذه المنافسات. مسيطر، لا زال مسيطرا على الموقف، لا زال متابعا لهذا التحدي وهذه المنافسة. لن يسلم الراية إلا لشقيقه في الشعار. يتواجد كذلك من يتواجد الكاسر المتواجد في هذه اللحظات بانطلاقة هجن الشحانية وسيطرتها على أول المراكز وثاني ومنافستهم باختلاف المضمرين المتابعين لهذا الشعار لتحقيق الناموس والإنجاز وهذه المنافسة الكبيرة لأصحاب السمو والشيوخ والأمراء والانطلاق متحدين ومتنافسين. نعم الكاسر يتجاوز إلى مقدمة الشوط مع انطلاقة هجن الشحانية وانطلاقة الكاسر وتحدياته ومنافسة المشاغب محمد بن خالد العطية الذي يتجاوز إلى المقدمة إلى تحديات هذه المنافسات الكبيرة. ثاني المراكز مسيطر، يتواجد بانطلاقته وبمقربة كذلك مع الملازمة الشديدة مع انطلاقة الكاسر وهجن الشحانية حمد بن حلفان المري الذي يتابع، عود إلى السيطرة، عود إلى المقدمة، رجع إلى مركزه الصحيح إلى السيطرة على
على مجريات أمور هذا الشوط وتحدياته. ثالث المراكز من يتواجد هنالك الحساس تواجد بانطلاقته وتحدياته، كذلك شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وكذلك عبيد بن شينان المري الذي يتابعه في انطلاقته وتحدياته. رابع المراكز الوصول مع هملولي بتحدياته سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الهيان واحمد بن خلفان بن بخيت المزروعي متابعا لهذا الانطلاق ولهذه المنافسة الكبيرة. حرب وصل ليشعل فتيلة هذا الحرب بهذا الشوط في هذا التحدي في هذه المنافسة الكبيرة مع هجر الشحانية وكذلك الشبل جابر بن سالم بن فاران المري قدم بتحدياته وانطلاقته. الله الله بدأ التحدي، بدأت المنافسة ثلاثية ثلاثية لهجن الشحانية متواجدة على أول المراكز وثانيه وثالثه مثلثا يشكل لنا صورة جميلة على مقدمة الشوط. لا زال مسيطر سيطرة تامة على مقدمة هذه التحديات الكبيرة في منافسات هذه الفترة المسائية في هذا الشوط الثامن في تحدياتي. الله يا مسيطر لهجن الشحانية لا زال مسيطرا تمام السيطرة على أول المراكز بانطلاقة كذلك المضمر حمد بن حلفان المري الذي يتابع هذا الانطلاق. والكيلو الأخير الكيلو الخطير كيلو الصمود كيلو الصمود ولكن ثاني المراكز التواجد كذلك مع الانطلاق والتحدي لمنافسات حرب ولكن التجاوز مع أجن الشحانية بانطلاقة الكاسر على ثاني المراكز بتحدياته وانطلاقته. الله أجن الرياسة على ثالث المراكز بانطلاقته وتحدياته نشوان ولكن الثنائية على مقدمة الشوط مسيطر لا زال مسيطرا على الموقف لا زال مسيطرا على الموقف. نعم سيطرته واضحة سيطرته واضحة على مقدمة الشوط لا زال مسيطر لهجن الشحانية ولكن الكاسر وصل الكاسر وصل الكاسر وصل. والله الله 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 الكاسر لهجن الشحانية لهجن الشحانية التجاوز هذه اللحظات المنافسة مع المشاغب شاغب المشاغب. الله 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 التحدي والمنافسة كذلك مع هجن الشحانية محمد بن خالد العطية المشاغب يقود كذلك الكاسر إلى بر الأمان. انتزاعتي نقطة هذا الشوط بتحدياته ومنافسته وتحدياته هجن الشحانية. سلام لدولة قطر سلام الشحانية سلام سلام للمشاغب محمد بن خالد العطية فوزه في هذا الشوط وتحدياته وإحراز نقطة هذا الشوط. ثالث المراكز هجن الشحانية متواجدة كذلك مع حمد بن حلفان في عملية التضمير. ثالث المراكز يتواجد كذلك شعار هجن الرئاسة على ثالث المراكز. رابع المراكز شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. خامس المراكز هجن الشحانية. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين التهاني لهجن الشحانية وإحرازها لنقطة هذا الشوط. بالفعل مشاهدينا الكرام في هذا السباق والانطلاق ايضا والتحدي بين هذه الهجنة المشاركة هو بالفعل اليك هذه النتيجة ابو راشد. ابو مبارك نهني ونبارك الهجنة الشحانية حصولها على المركز الاول في الشوط الثامن للقعدان. الف المبروك للكاسر الهجنة الشحانية بقيادة المشاغب محمد خالد العطية. المركز الثاني ذهب ايضا مع هجنة الشحانية.